بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله شباب، زي ما اتفقنا المره اللي فاتت احنا ابتدينا خلاص في الجزء بتاع الاوبجكت اورينتد. الموضوع يعني بيكون شويه كونسبت اكتر منه كودينج. يعني المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الاكزامبل بتاع الكالكوليتور والاكزامبل بتاع اللوجن اللي هو السيمبل لوجن مع داتابيس صغيره كانت موجوده في تو دايمنشنال اري يعني. واعتقد ان الناس اللي تجاوبت فهمت، ولو حد عنده اي مشكله دلوقتي يا ريت يقول لي قبل ما نبتدي نسكيب او نعدي الموضوع ده. في اي اسئله في الجزء اللي فات؟ تمام. طيب احنا المره اللي فاتت سريعا كده علشان نتكلم يعني نراجع بسرعه موضوع الاوبجكت اورينتد، احنا قلنا ان الجافا از فولي اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويج، ان هي معتمده مليون في الميه وتماما على الاوبجكت اورينتد. وقلنا ان الاوبجكت اورينتد هو عباره عن مابنج ل او يعني تمثيل للانتيتيز والحاجات اللي انا بعمل لها السوفت وير كحاجه كاوبجكتس او ككلاسز فيها المواصفات بتاعت الحاجات الحقيقيه. تمام. فقلنا الاوبجكت اورينتد ده اعتبره كمثلث، مثلث ليه ثلاث اضلاع. الضلع الاولاني ده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وهو الانكابسوليشن، وقلنا الانكابسوليشن هو ان انا بعمل سيكيورتي او حمايه للاتريبيوتس او الفيلدز او الخصائص بتاعت الكلاس بتاعتي، بحطها جوه كبسوله. الكبسوله دي بتحصل ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل الممبرز كلهم برايفت، كل الفيلدز بعملها برايفت، وبعد كده بعمل لهم حاجه اسمها ستر وجيتر. الستر هي ميثود بتعمل ست للقيمه دي، بتاساين لها قيمه، والجيتر هو عباره عن ميثود بتريتيرن او بترجع لي القيمه دي، بس مش اكتر من كده. وقلنا ان ده لي الهدف الاولاني السكيورتي. الهدف الثاني ان انا اتاكد ان القيم اللي انا بعمل اساين للفاريبلز ليها تكون مناسبه، يعني زي مثال السالري ما ينفعش قيم موجب سالري بالكلام ده كله، يعني اعمل تشيك قبل او اتاكد ان القيم او الليترالز بتوع الفاريبلز مناسبين للقيم بتوع الفاريبلز او الداتا تايبس، ومناسبين في نفس الوقت للبيزنس لوجيك بتاعي. طيب واتكلمنا ان ازاي بالانكابسوليشن اقدر اعمل اوبجكت اميوتابل، يعني القيمه بتاعته ما تتغيرش بعد ما اعمل له كرييشن، ان انا بعمل اللي هو النون ديفولت كونستراكتور، بعمل كونستراكتور غير الكونستراكتور اللي هو بيبقى موجود عامه، بيعمل هو سيت اوتوماتيك للفيلدز دي، وعامه غالبا ما بعملش سيترز، بعمل جيتر بس للقيم دي، ومش كده مش هينفع تتغير بعدين. الضلع الثاني في الاوبجكت اورينتد هو السب كلاسنج او الانهيرتنس. وقلنا الباك جراوند بتاع الموضوع ده كلوجيك هو عباره عن ان انا عندي مش عايز اعمل ريدندنسي او تكرار للكود، عندي في خصائص ما بين الانتيتيز او الحاجات اللي انا بعمل لها مابنج من الريل وورلد او من حياتنا للكود، حاجات مشتركه ما بينهم، زي المثال بتاع المانجر والامبلوي، ان في خصائص مشتركه ما بينهم، ان المانجر اساسا هو از ان امبلوي، فبعمل ان الامبلوي هو البيرنت او هو السوبر كلاس، وبعد كده بعمل ريليشن ما بينهم عن طريق الكوماند اللي هو اكستنس. وطبعا كل ده في نيت بينز بيريحنا، وهنشوف النهارده لما نبتدي نتكلم في الجزء العملي. قلنا لو انا عامل، يا ريت الناس بقى ايه تفتكر معايا الحته دي عشان استخدمها النهارده. لو انا عندي عامل ايفنت ملهوش ديفولت كونستراكتور، ملهوش كونستراكتور بالشكل ده، الكونستراكتور ده ملهوش الديفولت اللي ما بياخدش اي انبوتس، لا ليه واحد زي ده بياخد الاتريبيوتس او الفيلدز كلها كانبوت وبيعمل لها انيشاليزيشن. فاول سطر لازم يكون في التشايلد او في الكلاس الابن، لازم انادي على الكونستراكتور بتاع البيرنت، علشان لازم الاب يكون موجود قبل ما الابن يكون موجود. فبنادي على الكونستراكتور ده عن طريق الكوماند او الامر ستوبر، ستوبر والاتريبيوتس هو يعمل لها سيتنج وخلاص. طيب بعد كده بقى وقفنا عند حضرتك، لو
اتفضل. لو البيرنت ليه اكتر من اوبريتور، يعني ممكن اعمل اكتر من كونستراكتور، اكتر من كونستراكتور، هنادي اي واحد منهم لازم يتعمل له كريشن وخلاص. تمام. طيب الضلع الثالث بقى، وده هنجربه يا شادي دلوقتي، هنجرب الكلام ده دلوقتي ان شاء الله. الضلع الثالث بقى من الاوبجكت اورينتد تريانجل اللي هو البوليمورفيزم. البوليمورفيزم يا جماعه بالعربي يعني التعدديه الشكليه، يعني عندي ميثود بتعمل اكتر من وظيفه، بس السيجنتشر في حاجه واحده مشتركه بس في الغالب اللي هي الاسم. نرجع لاول سيشن لما قلنا اي ميثود في الدنيا بيبقى ليها سيجنتشر، فاكرينه سيجنتشر كده كان ليه اول حاجه الاكسس موديفاير، هو بابليك ولا برايفت ولا الحاجات اللي قلنا ايه الفروقات ما بينهم، وهنتكلم عنها دلوقتي في اول الشابتر اللي جاي. الحاجه الثانيه كان الريتيرن تايب، هي الميثود دي بترجع ايه، بترجع انتجر فلوت ولا مش بترجع حاجه، والريتيرن بتاعها فويد. الحاجه الثالثه كان النيم، الاسم بتاع الميثود. بعد كده اخر حاجه اللي هو البارامترز، هي بتاخد انبوتس ايه علشان ترجع لي الريتيرن. طيب البوليمورفيزم هو عباره عن ان انا بخلي الميثود بتاعتي بتعمل اكتر من وظيفه، بس بغير بس السيجنتشر من غير ما اغير الاسم. طيب تعالوا نجو ثرو الاكزامبل اللي قدامنا ده. انا عندي ميثود اسمها print. print is a public method، مش بترجع اي حاجه خالص، وبتاخد different parameters. الاولانيه دي بتاخد integer، الثانيه بتاخد float، الثالثه بتاخد string. الثلاثه ميثودز دول موجودين في نفس الكلاس. احنا قلنا ما ينفعش تتكرر في نفس الكلاس بنفس السيجنتشر زي ما بيحصل في الحقيقه، ما فيش واحد او ما فيش اثنين ليهم نفس السيجنتشر، ليهم نفس البصمه. فانا هعمل ايه؟ هاجي في نفس الكلاس بتاعتي وهحط الميثود زي ما هي، اغير، لازم اغير البارامترز، وممكن الريتيرن تايب اغيره او ما اغيرهوش. يعني ممكن تبقى ميثود برنت ترجع واحده منهم، ترجع بولين مثلا يس ونو او ترو فولس، بس لازم اغير الليست بتاعه الانبوتس. طيب ليه؟ يعني تخيل معايا السيناريو ان انت عملت تو ميثودز بابليك فويد برنت وبتاخد انتجر، الثانيه بابليك بولين، انا قلت لا دي بقى بولين مش هتكون فويد وبرده هتاخد انتجر. المشكله بتحصل ان الجافا فيرتشوال ماشين لما بتيجي تنادي على الميثود دي من الميموري مش بتبقى عارفه الريتيرن تايب، هي عارفه علشان انا نادي على حد عايز اعرف هو اسمه ايه وبيعمل ايه، بيرد عليا بايدي بقى مش قصته كجافا فيرتشوال ماشين. فانا كده هيبقى عندي كونفليكت، انا عندي اتنين ميثود زي بعض بالظبط، فلازم علشان اعمل اوفرلودنج، اوفرلودنج يعني زياده تحميل، كاني بخلي الميثود بتعمل اكتر من وظيفه مش اكتر من كده. فاللي انا شايفه قدامي ده عباره عن اوفرلودنج. الاكزامبل اللي تحت ده اللي انا كنت بشرحه، ان انا لو خليت نفس الميثود void وسترينج مش هينفع ان انا اغير بس return type، لازم اغير الارجيومنتس بتاعه الميثود. ده مثال تاني واقعي شويه، ان انا عندي ميثود بتحسب الافرج، بتحسب المتوسط، ففي عندي ليها اكتر من اوفرلودد فيرجن. الفيرجن الاولانيه بتحسب الافرج بتاع رقمين، الثانيه بتحسب افرج ثلاثه، اللي بعد كده اربعه وهكذا، مش اكتر من كده. باجي بعد كده بقى، ده المثال التطبيق او الكولينج للميثود دي بقى، هو هيجي عامل اوبجكت من الكلاس، ادي الكلاس اهي، عمل اوبجكت منها وسماه ستيتس، وبعد كده نادى بقى على الميثود الاولانيه اللي هي بتاخد تو انبوتس والثانيه والثالثه وهكذا. طيب يجي بعد كده بقى يظهر لنا بما ان انا بنادي هنا الميثود دي كلها بتاخد عدد متغير بس من البارامترز، فظهر لنا اوبشن موجوده في الجافا اللي هي الفاريبل ارجيومنتس. الفاريبل ارجيومنتس، بصوا يا شباب كده الميثود اللي قدامي دي ممكن تكون بديل
لكل الاوفرلودد ميثودز دي. انا عندي هنا 1 2 3 ميثودز بيحسبوا افريج, بس هنا التو بارامترز وهنا 3 وهنا 4, ولو عايز ازود كمان هبتدي ازود ميثودز اكتر. طيب الجافا حلت لنا المشكله دي ازاي؟ ان هي عملت حاجه اسمها الفاريبل ارجمنت, بتكتب الداتا تايب وبتحط ثلاث نقط وبعد كده بتكتب اسم البارامتر بس خلاص. البارامترز دي بتوصل للميثود كانها اري, كانها اري, نوع الاري سوري اري من الداتا تايب ده بس خلاص. تعالوا نشوف المثال ده وبعد كده نروح على النت بينز نعمل مثال. اي سؤال بعد حضرتك؟ ممكن علينا للصفحه اللي قبل دي على طول. اتفضل. هنا لما انا عملت اللي هو اللي اسمه الستيت اوفرلودنج, دلوقتي لما انا حطيت له تو بارامترز راح على اول واحد اللي هو اللي كان بياخد 2 مظبوط. تمام. لو انا حطيت له 4, هل الحل للموضوع ده هي فعلا ان الثلاث نقط دول؟ عشان لو حطيت 5 او 6 هو تمام بالظبط. هو الحل البديل ان انا اعمل اكتر من ميثودز طالما اللي بيتغير بس عدد البارامترز, بس خلي بالك يكونوا من نفس التايب. نفس الداتا تايب. تمام. فهو كل اللي هو عمله هنا ان هو عمل ميثود بتاخد فاريبل ارجيومنتس وابتدى هنا يحسب الافرج عادي جدا. الافرج عشان احسب افرج يا شباب تعالوا يعني اهو نمشي دماغنا شويه في الكودينج. انا عايز احسب افرج بتاع عدد من الارقام انا ما اعرفش هو كام, ماشي؟ فانا هعمل حاجه اسمها السميشن واقول ان هو بيساوي زيرو وابتدي اجمع على السميشن ده. انا جاي لي مثلا 4 ارقام زي مثلا تعالوا ده اخر واحد اللي هو 100 200 300 400. انا عايز اجمع على الزيرو اللي هو السميشن, اقول اجمع عليه 100 بقى 100, اجمع 200 بقى 300, 300 كمان يبقى 600, 400 يبقى 1000, واجي قاسم على عددهم على 4 وخلاص. يبقى هو ده الافرج. بيحصل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده يحصل عن طريق فور لوب, ان انا هعمل ايتريشن او هلوب على الفاريبلز. طيب اللوب دي حد فاكر اسمها ايه؟ فور لوب. بس هي ليه شكلها ما فيهاش فور اتش؟ فور اتش, الله ينور عليك. يا شباب حاجه اتفضل. النهارده كويسه جدا. لو عندي اري اوف سترينج هنعمل الاكزامبل ده حالا. يلا نعمل المثال ده. طيب تعالوا نفتح نت بينز. معلش انا لسه ما فتحتش اي حاجه في الكمبيوتر غير الابلكيشن الجميل بتاعنا ده. نفتح نت بينز. اتفرجوا على الصحراء لغايه ما نت بينز يفتح. طيب كل اللي هيحصل ان انا هعمل لوب على, تعالوا نعمل نيو بروجكت. الناس يا ريت يا جماعه ما ينفعش نبقى دخلنا في عمق الاوبجكت اورينتد بروجرامنج وما فيش حد لسه ما عملش نيو بروجكت كده وجرب وعمل تيست. لازم كلنا نجرب. طيب احنا هنعمل ابلكيشن هنسميه كالعاده, مش كده طبعا, تيست. تمام. هو هيعمل هنا الديفولت مين ميثود. انا هعمل جوه الكلاس اللي اسمها تيست هعمل بابليك زي ما انتم شايفين كده, بابليك جدا, بابليك بولين مثلا تيست مي. هتاخد string array و هترتيرن مثلا return true. انا عايزها بس ايه, بمجرد بس ان هي تعمل لوب على الايه الاري دي وخلاص. طيب المفروض ان اللي واصل للميثود دي لما هاجي انادلها هديلها عدد من السترينجز. السترينجز دي واصله لي هنا في الميثود ان هي اري اسمها ايه, دبل ار. فانا عايز مثلا اطبع القيم دي هقول فور string اللي هو اسمه مثلا اكس
موجود في الاري اطبع مثلا القيم. انا عايز بس اطبع القيم اللي وصلت للاري للميثود دي وخلاص. الشكل ده هل الكودينج ده الناس واصل لها شكل الميثود دي؟ لو حد يا جماعه مش فاهمها نعملها بالفور العاديه ما عنديش اي مشكله. بس بعد اذنك بس يعني ايه الثلاث نقاط اللي جنب الاي ار ار الاري؟ طيب الثلاث نقط دول حاجه اسمها الفاريبل ارجمنت. الفاريبل ارجمنت يعني ايه؟ يعني انا مش عايز العدد البارامترز او عدد الانبوتس المدخلات اللي بتاخدهم الميثود يكون ثابت. فبعمل ايه؟ بقول الداتا تايب وليكن انتجر واحط ثلاث نقط معناها فاريبل وبعد كده اسم معناها ايه؟ ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثه او 100 عدد مش variable يعني متغير يعني الانبوتس عددهم متغير وبيوصلوا بقى في ايه؟ في array مصفوفه. فاللي هيحصل هنا ان انا الميثود دي اسمها تيست مي لما هعمل لها كولينج او هناديها مش هديها string واحد ولا اثنين براحتك ادي لها العدد اللي انت عايزه. هي اللي هتعمله ايه؟ الميثود دي الاي دبل ار اللي وصل لي ده وصل لي بما انه عدد متغير فهيبقى محطوط في array. هعمل لوب على الاري هلف على الاري دي رقم رقم واطبعه. اللوب دي شرحناها في اول مره ودي اسمها فور اتش. الفور اتش بتتكتب بالشكل ده بقول وانا قلت لكم المره اللي قبل اللي فات قلت كاني بقراها كده فور اتش سترينج اسمه اكس موجود في الاري دي يبقى الكل سترينج اكس في الاري اسمها اي دبل ار اطبع اكس سيستم دوت اوت دوت برنت لين او برنت لاين الكام سهم دول وبعد كده اعمل كونكاتينيشن او الزق معاهم الاكس. طيب تعالوا نعمل نعمل كولينج. اتفضل. الكام سهم دول بيعملوا ايه؟ الكام سهم دول احنا اتفقنا ان اللي محطوط ما بين الدبل كوتس بيطبع زي ما هو ماشي. يعني مثلا هكتب ثلاث اربع اي حروف اي كلام اللي انا هطبعه هنا يا شباب هيتطبع زي ما هو وهيتلزق فيه بقى هيحصل له اسمها concatenation هيتلزق جنبه السترينج. طيب تعالوا نعمل مثال ولما نشوف الناتج هنفهم. احنا هنعمل علشان انادي على الميثود دي لازم اعمل اوبجكت من الكلاس كلها. انا هعمل اوبجكت انا جوه هنا المين ميثود اللي هو الانتري بوينت هقول تيست هسميه مثلا تي equals new تيست. ناديت على الكونستراكتور اللي هيعمل الاوبجكت ده جوه الميموري وهقول تي دوت هنادي بقى على الميثود بتاعتي اللي اسمها تيست مي. طيب تيست مي بتاخد ايه؟ فاريبل. انا هقول مثلا السترنج الاولاني هسميه مثلا احمد كوما السترنج الثاني محمد السترنج الثالث زي ما انت عايز اكتب زي ما انت عايز وخلاص. لما هعمل بقى كده انا عملت كولينج عملت اوبجكت من انا معلش انا بكرر الحاجات دي بس عشان الناس تتعود على المصطلحات. عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمها تيست وناديت من جوه الاوبجكت تي ده الميثود اللي هي اسمها تيست. هعمل رايت كليك ورن المفروض ان هو هيعمل انفوكيشن للميثود اللي هي اسمها تيست مي وهيطبع زي ما احنا شايفين كده ايه الكام كلمه اللي ما بين دبل كوتس زي ما هم وطبع ايه الحروف سوري السترنج اللي راح له في اري. طيب هل ممكن نعمل دي بشكل تاني يا شباب؟ نعملها بفور لوب لو حد مش فاهم الفور ايه الفاريبل ارجمنت واضح ولا اقول تاني؟ طيب نرجع تاني. واضح على بركه الله. يبقى احنا كده شرحنا الاوفرلودنج ان انا ميثود بعمل منها اكتر من كوبي بس كل اللي بيحصل ان انا بغير البارامترز وممكن اغير الريتيرن تايب ممكن اغير الريتيرن تايب بس لازم اغير اتليست البارامترز. وقلنا لو انا عندي ميثودز بتاخد عدد متغير بس البارامترز كلها من نفس الداتا تايب بستخدم الفاريبل ارجمنت. بس بقى في اشكاليه على الفاريبل ارجمنت ده لازم يكون هو اخر بارامتر
لو انا عندي الميثود بتاخد انبوت 1 2 3 4 منهم واحد فاريبل زي ده لازم يكون هو الاخير علشان نفهم. هقول مثلا بتاخد انتجر اكس كوما تمام ده هو بس عشان اسمه اكس هنخليه مثلا اتفضل حضرتك. انا بس اللي انا مش فاهم احنا ليه عملنا بابليك بوليان، ليه اخترنا بوليان وعملنا لها ريتيرن ترو؟ لا هو انا عملت بوليان بس كده يعني فويد اهو ما تزعلش. انا عملت كتستنج بس اهو برضو نشوف ريتيرن مختلف. انا عملتها يعني كده كتستنج بس هي مش لازم ترتيرن اي حاجه. المعلومه الجديده ان الفاريبل ارجيومنت ده يا شباب لازم يكون في الاخر. تعالوا نخليه هو في الاول هنا كده، نخليه لو انا عندي اكتر من بارامترز واخلي الفاريبل ارجيومنت يكون في الاول هيدي مشكله هنا. يقول لك vary parameters must be the last parameter، لازم يكون هو في الاخر واي متغيرات عندك تكون في الاول. يعني لو الميثود هتاخد انتجر وفلوت وبعد كده شويه سترينج، خلي الحاجات دي شويه السترينج دول في الاخر. طب لو عندي سترينج واحد وسترينج اتنين وبعد كده ليست، عادي جدا هو جاي له هياخد السترينجات اللي هو عايزها في الاول والباقي كله هيخليه في الليست. شباب المعلومه دي واضحه ولا ادي مثال عليها اوضح؟ موضوع ان الفاريبل ارجيومنت يكون في الاخر. فهمت؟ اتفضل. الفكره لو كنا نعمل مثلا مثال على الاري ونبعت للفاريبل ارجيومنت اري ونشوف هتكون النتيجه ايه، بحيث ان احنا نربط موضوع الاري مع الفاريبل ارجيومنت. يعني انت عايز تبعت اري وتبعت فاريبل ارجيومنت؟ لا، هل ينفع ان انا ابعت للفاريبل ارجيومنت اري ابعته كاري؟ لا لا انا ما ينفعش ابعته كاري، انا ببعته كارجيومنتس من نفس الداتا تايب. من نفس تمام وصلت كده بس. لكن انت لو بعته كاري يبقى لازم تخلي الميثود نفسها بتاخد اري. اري تمام. طيب نيجي بقى يا شباب لحته مهمه قوي، موضوع السنجل انهيرتنس. احنا كده لسه بنتكلم الانهيرتنس هو اللي هيظهر فيها موضوع الاوفرلودنج، وحته لسه ما قلناش اللي هي الاوفر رايدنج، قلنا الاوفرلودنج وخلاص خلصنا منه. نيجي بقى لموضوع السنجل انهيرتنس. باشمهندس عفوا، يعني البوليمورفيزم والاوفرلودنج هم وجهان لعمله واحده نفس المسمى مثلا ولا ايه؟ لا، البوليمورفيزم هو ليه حاجتين، الاوفرلودنج والاوفررايدنج. الاوفرلودنج احنا قلناه ان انا عندي في نفس الكلاس بزود الفانكشنز بتاعت نفس الميثود، بخليها ليها اكتر من شكل ان انا بغير البارامترز. وهناخد مثال دلوقتي انه ممكن يبقى اوفرلودنج في تو كلاسز ما بينهم ريليشن، بس خلينا دلوقتي نتكلم ان انا عندي ميثود واحده ليها اكتر من شكل في نفس الكلاس بتاخد بارامترز مختلفه، ده الاوفرلودنج. الاوفررايدنج هقوله دلوقتي. تمام. السنجل انهيرتنس، بعد اذنكم بس في صوت في المايك، يا ريت بس نعمل ميوت للصوت من عندنا. السنجل انهيرتنس يا شباب، احنا دلوقتي قلنا ان انا عندي الكلاس ممكن تاخد شويه بروبرتيز من كلاس ثانيه زي ما شايفين في المثال اللي قدامنا ده، واتفقنا ان الشكل ده المره اللي فاتت قلنا ده اسمه كلاس دياجرام، وبعمله كديزاين قبل ما ابتدي امبلمنتيشن في المشروع. فالجافا مش بتتيح ان كلاس تورث او تعمل اكستندنج لاكثر من كلاس، يبقى ليها بيرنت واحد بس. ليه بقى؟ لان في السي بلس بلس، لو حد يعرف سي بلس بلس، ظهرت مشكله ان انا ممكن كلاس تاكستند اثنين تبقى ليها تو بيرنتس، والاثنين بيرنت فيهم حاجه بروبرتي واحده مختلفه. يعني مثلا خد مثال ده، ان انا مثلا عندي تشارج شحنه، دي كلاس وليها بيرنت واحد القيمه بتاعته موجب مثلا، او سي مثلا جواها رقم مثلا اللي هو التشارج، مثلا التشارج قيمته مثلا انتجر، في البيرنت الاولاني موجب وفي البيرنت الثاني سالب، وانا كتشايلد هورث من الاثنين، فانا دلوقتي موجب ولا سالب؟
ان انا بيحصل كونفليكت او تضاد او مشكله في اللوجيك نفسه. ففي الجافا قال لك علشان نبقى فولي اوبجكت اورينتد امنع المالتيبل انهيرتنس وخلي كل كلاس بتكستند من بيرنت واحد بس مش اكتر من كده. والاكزامبل بتاع المانجر ده طبعا احنا خلاص يعني قلت احسن وشفناه المره اللي فاتت. وفي عندي مثال كمان اللي هو الدايركتور. الدايركتور ده هو تشايلد للمانجر. طبعا المانجر لما بيترقى بيبقى دايركتور، هيظهر له بس كده ايه اتريبيوت زياده اللي هو البادجت، بدل ما كان لي الاتريبيوتس دي خد هو بيورث بقى من البيرنت الاولاني، يعني ممكن نقول جده بقى اللي هو الامبلوي، ياخد منه الامبلوي نمبر والنيم والسوشيال سيكيورتي نمبر والسالري، وياخد كمان بما ان الحاجات دي كلها هتبقى نازله في المانجر هيزود عليهم الديبارتمنت نمبر، وهو هيضيف عنده فيلد كمان جديد اللي هو البادجت، وده المالتيبل انهيرتنس. ومش متاح في الجافا ان انا يبقى في عندي اكستند لاكثر من كلاس. ده كده الجزء اللي احنا ما كملناهوش في السيشن اللي فاتت علشان ما نفتحش مواضيع جديده. هكمل بسرعه، ده يعني كان كويس كده بس يعني اخليه الحل معاك، هو الموضوع بسيط خالص. ف يلا تعالوا نشوف المشكله دي. بص يا شباب، اللي هيفكر مننا ان شاء الله ياخد اللي هو الاوريكل سيرتيفايد بروفيشنال او الاو سي بي، بيمتحن امتحان غالبا بيبقى اشكال وحاجه زي كده، كله ام سي كيو بتاع حاجه زي كده. فانا عندي دلوقتي مثلا هو بيشرح لي بسرعه على طول، بيقول لي عندي كلاس اسمها اكاونت، الاكاونت كلاس جواها برايفت ممبر اسمه بالانس. احنا لازم نقرا بقى بسرعه. وعندي ده اسمه ايه يا شباب، بنفس اسم الكلاس وبابليك ومالوش ريتيرن، يبقى اسمه الكونستراكتور. فانا عندي هنا كونستراكتور نون ديفولت، كونستراكتور مش اللي هو العادي، لا ده في كونستراكتور هنا بياخد بارامتر اسمه البالانس. ف اللي تشايلد بقى بتاعه عمل هو نوع تاني اسمه سيفنج، سيفنج اكستند بيورث الاكونت، وجوه هنا زود هنا حاجه اسمها الانترست ريت او نسبه الفائده، وعمل هو كمان هنا كونستراكتور بياخد الريت ويبتدي يعمل له انيشاليزيشن. فبيقول وات فيكس allow these clauses to compile، يعني ايه التعديل اللي انا اعمله علشان الكلاس دي يحصل لها كومبايل. كومبايل يعني ايه؟ يعني اصلا وانا كاتب الكود ده جوه النيت بينز هيدي خطا. فهو الراجل بيقول لك دور على الخطا وصلحه من الاخر. فانا هنا يعني حاجه من الاثنين، يا تفكر الاول يا اما تبص على الاختيارات. فهو يعني علشان ما نطولش على بعض، هو هنا احنا اتفقنا لو كان البيرنت ملوش ديفولت كونستراكتور، ملوش كونستراكتور من العادي، يبقى لازم اول سطر، اول سطر خالص يكون هو ان انا اكتب سوبر، انادي على البيرنت كونستراكتور وابتدي اعمل له انيشاليزيشن. فده الحل اللي هيعمل فيكس للمشكله دي. واضح؟ طيب مديني هنا برضو example which of the following declaration demonstrate the application of good java naming convention. يعني ايه الاشكال الشكل الصح من دول اللي بيديني مثال مظبوط على الجافا نيمينج كونفنشن؟ كلاس لازم تبتدي بحرف كابيتال، الثانيه ميثود بتبتدي بكابيتال طبعا ما ينفعش، انتجر كله كابيتال طبعا، قلنا يبقى كابيتال كله لو كان كونستنت او ستاتيك او ستاتيك. تمام. الحاجه اللي بعد كده اخر حاجه دي عباره عن ميثود كلمتين، الكلمه الاولانيه سمول والثانيه كابيتال، يبقى هو رقم سي هو الصح من ناحيه النيمينج كونفنشن. طيب وات تشينج وات يو بيرفورم تو ميك ذس كلاس اميوتابل. انا عايز بقى اخلي الكلاس دي اميوتابل، فاكرين ولا مو فاكرين؟ طيب من غير ما نبص كتير على الحاجات دي على الاختيارات علشان ما نطولش، بعمل الكلاس اميوتابل ازاي؟ اول حاجه بخلي كل الفيلدز اللي عندي، احنا مش بنحفظ يا شباب احنا بنراجع، بخلي الفيلدز كلها ايه برايفت. وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل كونستراكتور باسم طبعا الكلاس، وهياخد البارامترز دي، هياخد السامبل والبرايس والشيرز دول كبارامتر ويعمل لهم ست وخلاص.
وطبعا المفروض ان انا ما يكونش عندي غير جيترز كده. يبقى ايه؟ يبقى كل الاوبجكت مش هينفع ان انا اغير القيم بتاعته once it's created. طيب ده كده في عندنا بقى البروجكت اللي انا كنت بعته لكم المره اللي فاتت ده في اكزامبل كامل احنا اتكلمنا منه شويه، في اكزامبل كامل على القصه اللي احنا قلناها دي. ممكن يعني اعتقد المفروض انتوا بصيتوا عليه اللي هو موضوع الانهيرتنس والاوفر لودنج، بس خلينا ندخل في الجزء الشابتر الجديد، واحنا كده كده هنعيد موضوع الاوفر لودنج لما نتكلم عن الاوفر رايدنج ان شاء الله. طيب لغاية هنا شباب في اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب نبتدي في الشابتر اللي بعد كده. Java Class Design. الهدف او الاهداف من الشابتر ده، على فكرة احنا يعني تقريبا عشان الناس ايه ما تحسش ان احنا يعني متأخرين قوي، احنا تقريبا كده شباب بعد ما نخلص شابتر او السيشن بتاعت النهاردة هنكون خلصنا تقريبا تلت النظري بتاع الجافا ستاندرد اديشن ان شاء الله. بس انا مش عايز ايه ناخد كميات كبيرة بحيث ان الناس بسرعة تتدارك الموقف وتبتدي تطبق بيدي. انا عارف ان كلنا شغالين وعندنا اشغال، بس علشان ايه ما نكون متابعين الكورس. فالهدف من الشابتر ده اول حاجة نعرف يعني ايه private, protected, default and public. يعني ايه الاكسس ليفلز او الاكسس موديفاير اللي بنتكلم عنه من اول يوم. هنتكلم بقى عن الاوفرلودينج والاوفررايدينج للكونستراكتور او غيره. هنعرف حاجة اسمها ال VMI او ال Virtual Method Invocation. Overloading للكونستراكتور. هنتكلم عن حاجة اسمها ال Upward وال Downward Casting. انا كنت قلت Casting كده مرة، محمود خطاب كان سألني عن حاجة كده فقلت له حاجة اسمها Implicit Casting. هنتكلم عن Casting النهاردة وهنتكلم يعني عنها بتفاصيلها ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Using access control. ايه بقى موضوع الاكسس كنترولز ده؟ لو تفتكروا يا شباب ان انا في عندي لما جينا نعمل كلاس كل كلاس نكتبها او هو بيجنريت النيت بينز على طول بيكتب لك public class. اجي اعمل المين ميثود يكتب public static void main. طبعا احنا عارفين void main، بس اللي عارفين لا public يعني ايه ولا static يعني ايه. في عندي حاجه اسمها الاكسس ليفل private, default, protected, public. بمعنى لو بتكلم على الاكسس ليفلز دول بالنسبه للكلاس فهقول سوري بالنسبه للفاريبلز والميثودز، بالنسبه للفاريبل او ميثود لو كانت private دي قلناها المره اللي فاتت وقلنا لما انا بعمل حاجه private بتكون متشافه بس جوه الكلاس. يبقى لو هي برايفت يبقى متشافه بس جوه الكلاس مش بره الكلاس. طيب لو ديفولت يعني ايه ديفولت؟ يعني انا جيت اكتب اعرف ممبر بالشكل ده، معلش بس ايه تعالى هنا للتست نشيل بس الايه التعديل اللي انا كنت عامله ده عشان الكومبيليشن. طيب لو انا عايز اعمل هنا برايفت انتجر اكس خلاص، يبقى اكس ده ممكن تغير القيمه بتاعته او يكون متشاف جوه نفس الكلاس. الميثود دي جوه نفس الكلاس اهي. لو جيت هنا قلت مثلا اكس يساوي 6 خلاص ما مش هيديك مشكله عادي جدا متشاف. طيب النوع الثاني اللي هو الديفولت، لو انا ما كتبتش حاجه خالص قلت انتجر اكس زي المره اللي فاتت في الابلكيشن او في البروجكت الصغير بتاع اللوجن كنا عاملين حاجه اسمها string double او two dimensional array اسمها دي بي، ما كناش كاتبين نوع الاكسس بتاعها ايه. فلو انا ما كتبتش حاجه خالص ده اسمه الديفولت اكسس موديفاير، وده بيكون بقى اكسسبل او الفاريبلز دي او الميثودز اللي نوعها ديفولت متشافه فين؟ متشافه سيم كلاس within نفس الكلاس وفي نفس الباكج. لو اي كلاس تانية جوه نفس الفولدر
تقدر تغير القيمة بتاعة الفاريبلز اللي نوعها ديفولت، او تقدر تعمل كولينج او تنادي على الميثود اللي الاكسس بتاعها ديفولت، يعني مش كاتب حاجة خالص. طيب النوع الثالث، خلوا بالكم كل ما بننزل تحت كده الحرية بتزيد. يعني الاولانية دي برايفت كانت مش متشافة غير بس جوه الكلاس، لما نزلنا للديفولت لا بقت متشافة within نفس الكلاس وكمان جوه نفس الباكج او الفولدر. ننزل كمان خطوة للبروتكتد محمية، متشافة within نفس الكلاس وفي نفس الباكج وكمان بقى ايه لو كلاس تانية child بتنهرت الكلاس دي child ليها او sub class ليها في باكج تانية، يعني جوه فولدر تاني وبتعمل اكستند للكلاس دي، لا متشافة مفيش اي مشكلة خالص. طيب الحاجة الاخيرة بقى اللي هي البابليك، بابليك ده يعني بابليك مشاع اي حد بقى في اي مكان، او الاكسس بتاعها يونيفرس الدنيا كلها جوه كل الباكج والدنيا كلها شايفة الكلاس دي او الاتريبيوتس اللي واخدة الاكسس موديفاير بابليك. طيب تعالوا مثال Protected Access Control، نشوف بقى الـ Protected ونشوف يعني نبتدي نعرف فوائده ايه. انا عندي كلاس اسمها فو او FOO، دي موجودة في باكج او فولدر اسمه ديمو. معلش النهاردة يا شباب احنا بنتكلم في كونسبت كتير، فاي حد اي فكرة انا بقولها ما جاتش عنده وقفني، احنا اصلا العمل النهاردة هيكون شوية يعني قليل لان احنا بنتكلم في كونسبت. الكونسبت الكتير اللي احنا هنقوله النهاردة ده هنطبقه ان شاء الله في الابليكيشن بقى. احنا خلاص كده بعد السيشن بتاعت النهاردة هنكون مؤهلين بقى نبتدي نكتب ابليكيشن اللي هو بتاع البوينت اوف سيل ان شاء الله، او لما ناخد السوينج هنبقى فاهمين ايه بقى اللي معمول، لان السوينج كله معمول بالاوبجكت اورينتد. نرجع ثاني للمثال بتاعنا، كلاس اف دبل او جواها اتنين ممبرز، الممبر الاولاني اسمه بروتكتد او التايب بتاعه بروتكتد، انتجر اسمه ريزلت ليه قيمة 20. التاني ده اللي هو الانتجر اذر قيمته 25 ده ملهوش اكسس موديفاير، يبقى هو الديفولت. طيب الديفولت ده متشاف فين؟ متشاف جوه نفس الكلاس في اي مكان. تعالوا بقى نروح جوه نفس الباكج. طيب تعالوا نروح جوه فولدر تاني خالص او باكج تاني اسمها تيست، عامل كلاس اسمها بار اكستندز بتنهرت او بتورث اف دبل او. طيب طبعا السطر ده لازم احنا قلناه بقى امبورت، طالما انا مش في نفس الباكج لازم اقول له امبورت، اشاور بقى على اي كلاس انا بستخدمها. فانا عامل اكستند الاف دبل او الكلاس دي، طالما هي في فولدر اسمه ديمو ده فولدر تيست لازم اقول له امبورت واكتب اسم الكلاس بالباث بتاعها كامل. طيب ايه اللي حاصل بقى هنا؟ هنا يعني عادي فاريبل اسمه انتجر اسمه سم انتجر وقيمته ب 10. تعال بقى جوه الميثود دي ايه اللي حاصل، هو بيقول ايه سم بلس ايكوال، وقلنا بلس ايكوال معناها سم بتساوي سم اللي هي قيمتها زائد اذر. طب اذر دي متعرفه فين؟ اذر دي في البيرنت مش متعرفه عندي جوه نفس الكلاس. طيب هو بيقول لي انها تعمل كومبيليشن ايرور ليه؟ لان هي هنا اصلا فريندلي او ديفولت. ديفولت يا جماعه اسمها برضو فريندلي ديكلاريشن، يعني كده بالحب سايبها مش معرف لها اكسس تايب. فطالما هي ملهاش اكسس تايب معين لازم او مش هتكون متشافه جوه باكج تانية، بتكون متشافه جوه نفس الباكج بس. وده مثال على ال ديفولت اكسس موديفاير. طيب نيجي بقى للحاجه كويسه قوي اسمها الفيلد شادوينج او الفيلدز هايدنج. طيب تعالوا ناخد المثال ده وهنفهم ان شاء الله. ديمو ده باكج جواه كلاس اسمها اف دبل او، معرف جواه ممبر فاريبل او فيلد اسمه ريزلت بروتكتد عادي جدا ما فيش اي مشكله.
في باكج تانية اسمها ديمو دوت اسمها تيست، عامل كلاس تانية اسمها فوق اسمها بار 2 بتاكستند فوق 2. طيب لما يعمل اكستند المفروض ان ده نوعه ايه؟ نوعه بروتكتد، ف باي ديفولت خلاص انا هورسه هيبقى موجود جوه الكلاس بار باي ديفولت. طب تخيل ان هو جا عامل نفس السطر تاني، جا عامل نفس الممبر اسمه ريزلت. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل هنا انه هيعمل هايد للي فوق. لما هاجي اغير او هكتب كلمة ريزلت هنا هيشوف بس ريزلت اللي متعرفة جوه الكلاس دي بتاعة البيرنت خلاص. يعني مثلا كأني بقول واحد مثلا بيرسون، البيرسون ده طوله مثلا هو ليه فيلد اسمه طول او الهايد الارتفاع مثلا قيمته هنا بابا كان مثلا 150 سنتي. لما هو عمل اكستند وعمل كلاس جديده جاء عامل فيلد جديد خالص وجاء حاطط ليه قيمه، فعامل حاجه اسمها شادوينج. شادوينج يعني تظليل او لغى خالص القيمه اللي جايه له من البيرنت وهيشتغل بس على القيمه اللي جايه له من الايه من التشايلد. طيب تعالوا ناخد امثله بقى على القصه دي علشان نفهم. هي دي يا شباب يعني الامثله اللي موجوده في السلايدز، بس يعني ايه سايبها لنا بالايرورز بتاعتها اهو، نشوف جوه الكود ونشوف النيت بينز بيتصرف مع في الموضوع ده ازاي. فانا عندي باكج اللي هي ديمو اهي وباكج اللي هي تيست. باكج تيست فيها ثلاثه كلاسز، دول بيبقوا بيرنت للثلاثه كلاسز اللي هم موجودين في الديمو. فاول كلاس عندي اسمها بار اللي انا شفتها من شويه، بتعمل اكستند لفو، ادي فو اهي، نشوف جواها ايه. جواها عندي ريزلت و فاليو، ده بروتكتد وده فريندلي. فريندلي يعني متشاف جوه نفس الكلاس جوه نفس الباكج. تعالوا هنا نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل هنا ان هو بيقول شايف ريزلت عمل سام بتساوي سام بلس ريزلت. طيب ريزلت دي موجوده فين؟ موجوده في البيرنت. متشافه متشافه ليه؟ لان هي بروتكتد وفي انهيرتنس فما فيش مشكله. طيب جه لغايه الفاليو بقى، الفاليو ده موجود فين؟ موجود في البيرنت اهو، بس الاكسس بتاعه ايه؟ فريندلي، مش متشاف. هتلاقيه مديك ايرور اهو، مديك ايرور وبيقول لك ايه فاليو از نوت بابليك ان فو، مديك اسم الكلاس كانوت بي اكسسد فروم اوتسايد باكج. يبقى لازم تروح تغير التايب بتاعها، تخليه او تزود الفريدم، تزود الحريه بتاعه الفيلد ده لحاجه اعلى، ده فريندلي. علي بقى يا اما تخليه بروتكتد يا اما تخليه بابليك. ده مثال. مثال تاني بار 2 و اف او او 2، ده بروتكتد، وهنا في البار 2 عمل ايه؟ عمل اكسس، بس حصل هنا ايه بقى؟ ان هو عمل ده المثال اللي كنت بشرحه لكم من شويه في السلايد، ان هو عمل فيلد اسمه ريزلت بنفس الاسم بتاع الفيلد اللي موجود في البيرنت. البيرنت عندي حاجه اسمها انتجر ريزلت وقيمته بتساوي 20، فلما جه في التشايلد عمل برضو انتجر ريزلت وخلى قيمته 30. طيب نيت بينز هتلاقيه بيقول لك ايه؟ فيلد هايدز انذر فيلد، فيلد هايدز انذر فيلد، يعني بيعمل شادوينج، يعني الفيلد اللي جاي لي من البيرنت خلاص مش هيبقى متشاف، لان هو مش هيبقى عنده اتنين فاريبل بنفس الاسم. لا خلاص، طالما اتنين بنفس الاسم يلغي بتاع البيرنت ويسيب بس من الديكلاريشن اللي عنده في نفس الكلاس. لغايه هنا شباب، هل في حد عنده اي سؤال علشان ما نغوطش والناس عندها اي مشكله؟ طب دلوقتي باشمهندس سيد، لما نيجي نعمل الستر والجيتر، وانا عملت شادو للفاريبل اللي في الكلاس اللي هو البيرنت، تمام، وانا عملت الستر والجيتر، تمام تمام،
عايز تاكسس البيرنت. انا دلوقتي عملت شادو للبيرنت وانا في التشايلد عملت اللي انا ضفته جديد دون اللي هو الكلاس الفاليو الفاريبل الجديد عملت له ستر وجيتر. لما اجي اسيت القيمه وجدت القيمه هل هو دلوقتي هيتعامل مع البيرنت ولا هو على مستوى التشايلد بس؟ لا هو طالما انت جوه نفس التشايلد هو مش هيتعامل غير مع القيمه اللي هي ريزلت اللي بتساوي 30 بتاعه التشايلد. طب عايز توصل لبتاعه البيرنت يبقى هتكتب سوبر دوت. يعني انت هنا لو كتبت له سوبر دوت توصل بقى للريزلت اهي دي اللي قيمتها بتساوي 20. تمام تمام يبقى ده كده بتاعه البيرنت. بس لو كتبت كلمه ريزلت كتبت اسم الفيلد بس وانت جوه التشايلد مش شايف غير ال 30. تمام شايف غير ال 30 بس. تمام لما اجي اعمل سيت للقيمه اللي في البيرنت يبقى سوبر دوت جيت جيت مثلا دوت جيت سوبر دوت سيت. تمام تمام تمام. طيب. اي سؤال يا شباب؟ طيب ده كان كلام عن الاكسس كنترول واحنا شرحناه. دلوقتي تعالوا لحاجه يعني بتكون ريكومندد من اوراكل اللي هو بتعمل دايما جوه الكلاس بتاعتك حاجه اسمها الجيت ديتيلز. انت عندك كلاس بتعمل اي فانكشن معينه فيها اي بروبرتيز اوراكل بتقول لك يا باشمهندس يا ديفلوبر اعمل ميثود اسمها جيت ديتيلز بابليك وبترتيرن سترينج. جواها بتعمل ايه؟ بتطبع لي بس الخواص او الخصائص بتاعه الكلاس بتاعتي. يعني مثلا عندي هنا امبلوي وفي الامبلوي اي دي والنيم. هتيجي عامل بابليك سترينج جيت ديتيلز بالشكل اللي انت شايفه ده وترتيرن جواها كلمه امبلوي اي دي وتجمع عليها الاي دي بتاع الامبلوي ده وتكونكاتينيت عليها امبلوي نيم والنيم. بس هي بس descriptive utility method بتوصف لك الكلاس مش اكتر من كده. وده recommendation ممكن ما تعملش بيه عادي جدا. طيب ده الشكل اللي احنا كنا بنقول عليه موضوع الـ overriding او احنا ما قلناش الـ overriding. بص يا شباب الـ overriding شوية شبه الـ shadowing يا محمود اللي انت كنت بتسأل عنه دلوقتي. الاوفررايدنج يا شباب ان انا عندي ميثود او فانكشن معينه موجوده في البيرنت انا هعملها هي هي في التشايلد. من شويه لما كنا بنعمل شادوينج للفاريبلز والله قلت عادي يعني انا الراجل ده كان فيه بروبرتيز بقيه معينه لا انا في التشايلد لا هغير الكلام ده فبعمل شادوينج بقى خلاص مش عايز انا اشوف اصلا البروبرتيز بتاعت البيرنت. ممكن نعمل نفس الكلام ده مع الميثودز. هعمل ميثودز بس بنفس السيجنتشر هو هو ساعتها بعمل حاجه اسمها overriding. overriding يا جماعه كاني رايد يعني بيركب كان حاجه اتحطت فوق حاجه بالظبط فاللي متشاف اللي فوق بس. انت هتعمل ميثود جديده بنفس السيجنتشر بتاع الميثود اللي موجوده في البيرنت وخلاص زي ما انت شايف كده. تعالى اكزامبل موجود قدامنا public class manager extends بتinherit بتورث employee جواها عمل ايه؟ طبعا الفيلد ده احنا شفناه 100 مره اللي هو department name. احنا عاملين لسه ال descriptive utility method او الميثود اللي هي بتاعت get details. هو عمل في التشايلد نفس الميثود بالظبط نفس السيجنتشر اهو بس عمل جواها ايه بقى؟ جا منادي على البيرنت class method جاب نادي على get details بس بتاع الامبلوي وزود عليها حاجة بسيطة خالص اللي هي الـ department name. طيب تعالوا يعني نشوف الكودينج ده كده وهو بيتكتب واحدة واحدة لأن في ناس لما بتشوف الكود مكتوب يعني ممكن ايه ما تفهمش شوية. طيب انا هاجي نفس جوه الـ test project ده هنعمل بسرعة كده وحتى بالمرة نشوف موضوع الجينيريشن انت الحاجات دي تتكتب لوحدها بمساعده النت بينز. فانا هعمل كلاس اسمها امبلوي وهقول ان جواه برايفت انتجر اي دي برايفت
string name وكفاية. عايز اعمل setter وgetter right click insert code. بمناسبة insert code ممكن اعمل generation للconstructors. الconstructor يا شباب احنا متفقين ان في constructor الديفولت ده كده كده موجود. لو انا عايز اعمل بقى constructor اللي هو بياخد parameters ومش عايز اوجع دماغي واغلط في الكتابة ده كده هيعمل ايه؟ هيجنريت constructor من اللي بياخد البارامترز ويكتب الكود بتاعه. فدي بالمرة قلناها. تعالوا بقى نعمل setter وgetter برضو insert code sorry getters and setters. اختار هنا مين هعمل له getters وsetters. طيب اعمل ال get description او get details public string get details وهقول ان دي بترجع لي مواصفات الاوبجكت ده. يبقى return string مثلا اقول اسم الكلاس مثلا employee واقول الID يساوي كل ده عشان الناس اللي ما طبقتش بايديها ده بيطبع زي ما هو. هزود عليه الID وبعد كده هعمل concatenation عليه لكلمة مثلا and name يساوي او خليها is بقى وهكتب اسم الفيلد اللي فيه الاسم. طيب ده كده ما عنديش اي مشكلة. هعمل بقى الكلاس اللي child new class هسميها manager هزود extends the tours entry. طيب error قبل ما نعمل اي حاجة خالص تتوقعوا قبل ما انا خلاص كأننا ما شفناش الايرور ده تتوقعوا يكون ايه الايرور؟ يكون الايرور ان انا دلوقتي انا ما عملتش هنا constructor. يبقى الconstructor اللي موجود من غير ما نكتبه اللي هو الديفولت يبقى الconstructor اللي هو النو ارجمنت فده خطأ. لازم اعمل constructor وجوه الconstructor اول سطر يكون ايه يا شباب؟ يكون ان انا انادي على الconstructor بتاع البيرنت اللي هو بياخد بارامترز. لو الكود ده مش موجود ما عنديش constructor من اللي ما بياخدش من اللي بياخد بارامترز ده او ما عنديش غير الديفولت هتلاقي هنا ما فيش اي خطأ والدنيا تمام. بس طالما موجود هنا constructor ما بياخدش او بياخد بارامتر يبقى الديفولت ما بقاش موجود خلاص. يبقى لازم هنا اعمل constructor جديد والconstructor ده هو الراجل بيريحك وبيقول لك add constructor اعمل constructor. تمام؟ طيب يبقى احنا هنعمل ايه؟ add constructor جديد اهو وجواه على طول super يجي منادي على الconstructor بتاع البيرنت اللي هو علشان الكلمه اللي نفتكر بيها السيتويشن ده لازم الاب يكون موجود قبل الاب. فانا هعمل هنا مثلا private property هسميها هيكون نوعها string هسميها ال department وهعمل generation sorry ل setter and getter ليها. طيب بعد كده طبعا المفروض ان انا اغير بقى الconstructor ده اخليه ياخد كمان parameter بقى اللي هو الـ department department وهنا اول سطر لازم يكون ان انا اكون الـ parent بعد كده this dot department equals البارامتر اللي جاي لي اللي هو نفس الاسم ده. يبقى كده عملنا construction مظبوط ان شاء الله. نيجي بعد كده بقى للحته اللي احنا اصلا عاملين القصه دي علشانها ان انا اعمل overloading sorry overriding ان انا اعمل ميثود زي اللي موجوده في البيرنت بالظبط. انا اوريدي عندي الميثود في ميثود موجوده اللي هي get details دي كده كده موجوده عندي ك
مانجر علشان اعمل اوفر اوفررايدنج برضو بانسرت كود في حاجه اسمها override method هيجيب لي الحاجات اللي موجوده البابليك كلها اللي هم اصلا سيتر والجيتر هختار منهم جيت ديتيلز واقول اعمل لها overloading overriding. طيب كده انا عملت overriding هو عمل ايه يا شباب لو خدنا بالنا هو جاء عمل نفس السيجنتشر وزود عليها حاجه دي بقى لسه هقول لكم بس هنت عنها هي اسمها ايه بس عمل ايه قال بدل ما يقول return ويستنى انا اكتب له كلام قال return super dot get details كانه بينادي على الميثود اللي فوق فالميثود اللي فوق دي بترجع ايه بترجع الامبلوي لو بصينا كده بترجع الامبلوي اي دي مجموع عليه النيم المفروض ان انا كمانجر الديسكريبشن بتاعي ازود عليه حته بسيطه كده اقول بلس زود بقى ايه ديبارتمنت وكلمه واسم الديبارتمنت وخلاص ده كده ايه قصه الاوفر رايدنج طيب ايه ده بقى دي يا شباب اسمها انوتيشن انوتيشن دي يعني حاجه سحريه جدا في الجافا هتقابلنا كتير جدا بس هي يعني وان شاء الله ممكن ناخد في سيشن كده ازاي نعمل انوتيشن الانوتيشن دي يا شباب هي سحريه ان شاء الله بعدين هتلاقي ان انا وانس ان انا بس كتبت قبل ميثود او قبل فيلد وعملت انوتيشن هتلاقي الجافا فيرتشوال ماشين بتتعامل مع الميثود دي او الفيلد ده تعامل مختلف تماما يعني مثلا هنا انا كاتب اوفررايد او هو اللي كتب اوفررايد معناها ايه معناها ان دي بالظبط زي ميثود موجوده في البيرنت لو انت غيرت فيها اي حاجه هتلاقي الراجل يقول لك لا ده انت مش بتعمل اوفررايد method doesn't override or implement from a super type يبقى معناها ان السطر ده لازم يكون ميثود موجوده عندي في البيرنت طبعا لو ما كتبتوش طبعا عادي جدا بس دي بتخليك تتاكد ان السطر ده هو فعلا overriding طيب تعالوا بقى نعمل تيست للكلام ده احنا كنا هنا عاملين الفاريبل بارامترز هنعمل كومنت للكود ده ونبتدي بقى ايه نستخدم الكلاسز اللي احنا عملناها طيب انا عندي كام كلاس عندي كلاس امبلوي وكلاس مانجر فانا هعمل مثلا امبلوي وهسميه اي equals new employee هكريت reference او هعمل object من الكلاس اللي اسمه employee طيب اوتوماتيك هو هنا قال لك مستني اتنين input وقال لك hint كده عايز integer اللي هو الاي دي وانتجر نيم فانا هقول مثلا ادي رقم اهو والنيم هنسميه مثلا علي طيب لو عايز اعرف بقى يا جيت ديتيلز دي بتعمل ايه اكتب اس اوت كنترول سبيس او سيستم دوت اوت دوت برنت لين واطبع جنب السهمين دول الامبلوي دوت جيت ديتيلز اطبع لي الميثود اللي هي الكل وشوف هتطبع ايه زي ما احنا المفروض عملنا ان شاء الله هيطبع امبلوي وطبع لك البروبرتيز بتاعت الامبلوي ده طيب لو انا عايز اعمل مانجر ام equals new manager control space يا جماعه هي اللي بتحل المشاكل هنا هيطلب ثلاثه بارامترز هنقول ان الاي دي بتاعه مثلا 300 والنيم هنقول هلال ومثلا هيكون سوفتوير لما ده خلاص بعد السطر ده ما بيتنفذ هو بيبقى حجز مكان في الميموري في الستاك اسمه ام وبيشاور على سبيس في الهيب جواه ثلاثه اتريبيوتس لما هعمل طباعه برضو وهطبع مانجر دوت جيت ديتيلز هيطبع لي كل التفاصيل زي ما احنا شفنا اهو ادي employee id equal كذا والنيم وطبعا دي لو نفتكر يا شباب دي كان هو جابها منين ركز معايا انا هدوس كنترول وهوقف على الميثود وهدوس انتر سوري وهدوس ليفت كليك
هيوديني على الميثود دي على طول. هو كانت بتريترني بتريترني السوبر، بتنادي على الميثود اللي هي موجودة في البيرنت سوبر دوت جيت ديتيلز زائد زودنا عليها بس ايه ديبارتمنت نقطتين كولون والديبارتمنت نيم اللي هو كان اسمه سوفت وير. ده كده شباب فكرة عامة عن الاوفر رايدنج. اوفر رايدنج هو شبه الشادوينج لل variables زي ما شفنا دلوقتي. اي سؤال يا شباب؟ طيب ده مثال ده مثال زي اللي احنا عملناه بالضبط، بس هو يعني مزود هنا البارامترز كده شوية، حاطط بقى السوشيال سيكوريتي نمبر ويعني بارامترز اكتر مش اكتر من ما احنا عملنا بالضبط، وعامل print للget details. طيب في بقى حاجة concept نركز بقى فيه شوية اسمها virtual method invocation او late binding. يعني ايه بقى؟ ركز معي، شايف السطر الاولاني ده employee a equals يساوي new manager، ما قالش employee يساوي new employee، لا employee يساوي new manager، وابتدى يبعت البارامترز للكونستراكتور. هو ايه ده؟ ده معناها ان هو عمل في الميموري، تخيل معايا كده الميموري، وعمل object. انا مثلا عندي هنا object من المانجر، بس اللي بيشاور عليه reference من النوع employee مش من نوع manager. طب ده ينفع؟ ينفع. ليه؟ لان اصلا manager is an employee برضو، يعني في الكمبيليشن وهو بيكمبيل المفروض ان انا عندي الطرف اليمين لازم يكون من النوع اللي في الطرف الشمال. طيب يعني لو كتبت مثلا string x ده في الطرف الشمال يساوي 5 سيمي كولون، ده غلط، ما ينفعش. ليه؟ لان 5 مش من النوع اللي انا معرفه في الطرف الشمال اللي هو string. نفس المثال هنا، ركز بقى معايا كده، employee a يساوي new manager، هل manager ده نوعه اصلا employee؟ طبعا، لانه هو اصلا child لل employee. بس ما ينفعش العكس صح؟ هنشوف هو ينفع وهنشوف دلوقتي. تمام دلوقتي يا شباب، هل الفكرة وصلت لنا؟ احنا دايما طرف يمين يساوي طرف شمال، بس هنا لا، الراجل قال الطرف اليمين هو نوع، او زي ما هنشوف دلوقتي حاجة اسمها instance of. instance of يعني من النوع ده. طيب نقول تاني، في واحد طالب نقول تاني، بص يا شباب ركز معي. نبص على NetBeans جوه اي مين ميثود كده، انتجر اكس يساوي 5، الراجل هيقول لك ميرسي جدا مفيش اي مشكله. طيب لو انا قلت لك انتجر اكس يساوي محمد، تمام، اقول لك خطا، ايه يا ريس؟ incompatible types، ما ينفعش string cannot be converted to integer، ما ينفعش احول السترنج لانتجر، لازم ده يساوي ده. طيب تعالى نكتب دي بالشكل ده، هقول employee يساوي، هناخد بس الايه الحته دي من السطر ده ونشوفها كلوجيك تنفع الاول ولا لا. اولا employee يساوي new employee، صح مفيش مشكله، هو employee وهسويه كريفرنس في الستاك وهخلي قيمته في الهيب is a new employee وليه الديتيلز دي. طب لو انا عملت كده اهو، قلت employee يساوي new manager، هو الكومبايلر بتاع الجافا بيقول ايه؟ بيبص هل ده من النوع ده، زي ما شفنا دلوقتي integer x يساوي محمد، فقال لك ده مش من النوع ده. طيب is manager an employee؟ الإجابة طبعا، هو child ليه، فالكمبايلر هيعديها، ده اسمه virtual
او اسمه ليت بايندينج. لسه الفيرتشوال ميثود انفوكيشن هقولها دلوقتي، بس ككونسبت طالما الطرف الشمال هو بيرنت لليمين مفيش مشكله. او نتكلمها بقى بشكل لوجيكال شويه، از ذا رايت هاند سايد اوف ذا تايب ان ذا ليفت هاند سايد؟ هل ده من النوع ده؟ مانجر از امبلوي، هو تشايلد للامبلوي. طيب تعالى نرجع لقصه الايه الريموت الفيرتشوال ميثود انفوكيشن. في ريموت ميثود انفوكيشن اللي هو الار ام اي، ده اتكلمنا عنه بسرعه كده المره في الاول خالص بس لسه ما جاش وقت يعني. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. احنا هنعمل ران، احنا لو شايفين انا بس هعمل ان كومنت للسطرين دول ونشوف هيطبع ايه. بص كده معايا، امبلوي يساوي نيو مانجر ومديله تفاصيل وبقول له system.out.println e.getDetails. تخيل معايا هينادي بقى get details اللي موجوده في البيرنت ولا اللي في التشايلد؟ لا هو هنا هينادي الكونستراكتور بتاع المانجر، عشان انا بقول له نيو مانجر، هو هيعمل نيو مانجر. طيب الميثود بقى، لا بص انا هنا بكتب ايه في الطباعه، بقول ايه اللي هو الامبلوي دوت جيت ديتيلز، هيطبع بقى هنادي جيت ديتيلز اللي في البيرنت اللي في الامبلوي ولا اللي في المانجر؟ في المانجر. متاكد؟ طب ما هو اصلا الامبلوي ما فيهوش هي يا باشمهندس ما تغيرش فيها حاجه اصلا، بس انا بدي له هي ما تغيرش فيها حاجة كده، هيجي زي ما هي. يعني هيطبع الديتيلز بتاعة الامبلوي ولا المانجر؟ المانجر عشان ثلاثة. علشان ثلاثة. هو هيطبع بتاعة المانجر مش علشان ثلاثة. علشان زي ما محمود خطاب قال هو عمل اوبجكت من النوع مانجر. فالامبلوي اللي انا بشاور بيه ده، اللي انا بشاور بيه على المانجر، هو تخيل ان في ميثود موجوده جواه فيرتشوال ميثود، ميثود تخيليه. الصوت يا شباب اعمل ميوت لو سمحت. هو تخيل او عمل حاجه اسمها فيرتشوال ميثود. هو اصلا الريفرنس بتاع الامبلوي ما فيهوش جيت ديتيلز اللي هي طبعت لي الكلام ده، بس هو ايه عمل حاجه اسمها فيرتشوال ميثود. او تخيل معايا ان الميثود بتاعه المانجر ده موجوده عندي، ده اسمه invocation. اكيد في ناس ما فهمتش، نقول تاني بسرعه. انا دلوقتي يا شباب عندي، احاول ارسم شكل كده بسرعه. لو انا عندي ده الستاك، الستاك هو عمل فيه ايه ده نوع employee، بس لما جاي يعمل يحجز مكان في الهيب عمل مانجر. عمل مانجر ليه اي دي وليه نيم وليه ديبارتمنت وفي الميموري برضو، ما هي الميثودز دي بتبقى موجوده في الميموري. وفي الميموري عندي ميثود من اللي هي جي ديتيلز اللي بتطبع الثلاث حاجات، بس اصلا الامبلوي ده ما جواهوش الميثود دي، بس فيرتشوالي يعني افتراضيا، طالما ان الاوبجكت ده البيرنت بتاعه هو الريفرنس، او نقولها العكس ان الريفرنس هو بيرنت للاوبجكت، فبيفترض ان الميثود دي موجوده عندي وبعمل لها كولينج ريموت فيرتشوال ميثود انفوكيشن. تخيل ان الميثود موجوده وبيعمل لها كولينج. ده قصه الريموت برضه ريموت فيرتشوال ميثود انفوكيشن، ان هو بينادي الميثود حتى لو ما كانتش موجوده عندي كريفرنس، بس طالما موجوده في الاوبجكت اللي انا بشاور عليه بيعمل لها كولينج. ده فيرتشوال ميثود انفوكيشن. اي سؤال في المنطقه دي يا شباب؟ طيب هنيجي بقى الحته مهمه قوي، ان انا بعمل اوفر رايدنج. انا بعمل اوفر رايدنج، تعالوا نشوف التشايلد. همسح بس الانوتيشن دي علشان ايه ما تضايقناش. ركزوا معايا يا شباب النهارده يا جماعه، كله كونسبت.
ناس تركز، مش هنشوف كودينج كتير، احنا بناخد كودينج اكزامبلز بس. المرة الجاية نبقى نحاول نعمل كده اكزامبل كبير الناس تفهم بيه المفاهيم دي كلها. طيب معايا كده الميثود اللي هي get details دي it's overriding، يعني بتعمل hiding للميثود اللي هي get details بتاعت البيرنت. السلايد دي بتتكلم عن الاكسس موديفاير، هل ينفع ان انا اقلل الفريدم او السكيورتي ليفل؟ اقلله يعني ايه؟ ده دلوقتي في التشايلد بابليك وفي البيرنت بابليك. طيب ينفع ان انا اخلي دي مثلا اقل يعني ايه؟ يعني مثلا كده ديفولت، ما هو اعلى حاجه البابليك، لو انا قللتها هيديك ايرور يقول لك ايه ما ينفعش. لازم اهو الايرور attempting to assign weaker access privilege was public، يعني هو كان public ما ينفعش اقلله. يبقى لو انا عندي ميثود في البيرنت جيت اعمل لها overriding ما ينفعش اقلل الاكسس بتاعها، لازم يا هو يا يزيد. يعني لو كانت الميثود مثلا في البيرنت لو كانت برايفت كده كده مش هتتشاف في التشايلد، لو كانت بروتكتد ما ينفعش اخليها برايفت زي المثال اللي قدامي ده، المثال اللي قدامي ده بابليك جه في التشايلد خليها برايفت ما ينفعش. لازم يكون يا اكبر من او يساوي الاكسس موديفاير بتاع التشايلد. طيب اوكي ماشي، اخر سلايد اللي هو الاكسسابيليتي، رد عليها بسرعه اللي هي مفتوحه دلوقتي. طيب اوكي ماشي، تاني يا شباب بسرعه، هنا بنتكلم عن احنا خلاص عملنا overriding، عملنا نفس الميثود اللي في البيرنت عملناها كوبي منها في التشايلد، behavior مختلف، ده behavior مختلف عن الفوق زي ما شفنا المثال ده. المثال ده يوضح لنا الدنيا، انا عندي في البيرنت كانت الميثود دي هي عملتها بس غيرت البيهيفير بتاعها، بدل ما بترترن حاجه عملت ريترن لحاجه اكبر منها، ده كده يعني ايه overriding. طيب الجافا كونسبت بتقول ما ينفعش اقلل الاكسس ليفل، الاكسس ليفل في البيرنت كان بابليك، بابليك ده اعلى ليفل من الفريدم، اعلى ليفل خلاص، ما ينفعش في التشايلد تقول اقل من البابليك. لو كان هو هنا مثلا protected في الامبلوي هو هنا protected، نيجي للتشايلد public ما فيش مشكله، تيجي تخليه private تمام يقول لك ارجع ما ينفعش، ده كانت protected انت قللتها وخليتها private، يا تخليها protected شوف protected هيبلعها ما فيش مشكله، عايز تخليها ديفولت ما ينفعش لان هي بروتكتد اعلى، عايز تخليها بابليك ما فيش مشكله. يبقى لما تزود او تعلي الاكسسابيلتي ليفل بتاع الميثود في الاوفررايدنج ما فيش مشكله، الدنيا تمام وعادي جدا. ده كده الهدف من موضوع الاكسسابيلتي اوف اوفررايدنج ميثود اللي هو at least as much access as the overridden method، يعني هي على الاقل تكون زي الاكسسابيلتي بتاع البيرنت او الاوفررايدن ميثود. طيب تعالوا بقى ده مثال كامل عن الاوبجكت اورينتد، تعالوا نشوف هنا المثال ده، ده هيدخلنا بقى في القصه اللي كان لما من شويه كده شادي بيقول لو عكست، لو قلت مثلا الريفرنس من التشايلد هو اللي بيساوي ريفرنس من بيساوي اوبجكت من البيرنت. طب تعالوا نبص على الكود ده، هو الكود ده اولا يعني اوراكل بتقول لكم not very object oriented، يعني هو مش object oriented قوي. ليه؟ بص كده معايا public class employee stock plan جواها 1 2 3 methods كلهم زي بعض بنفس الاسم ونفس الريتيرن تايب اللي بيتغير
البارامتر ده اسمه overloading عشان انا في نفس الكلاس. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثة؟ البارامتر بس. هو هنا وهو بيشرح في الكلام ده بيقول لك ان اصلا المانجر والانجينير والادمن كلهم نوعهم اصلا كلهم extend employee، يعني كلهم child لemployee. طب ليه مش object oriented؟ طب ما هو كده object oriented عادي جدا. كobject oriented concept ما تعملش method واثنين وتلاتة، التلاتة او العدد المختلف ده او اكتر من method بياخدوا parameters من نفس النوع. هو ممكن يكون يعني ايه type واحد بس لو ليهم كلهم parent مشترك يبقى كده ده مش object oriented. الصح ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخلي method واحدة بس اهي، واخلي البارامتر هو البيرنت بتاعهم كلهم، وخلي البارامتر هو البيرنت بتاعهم كلهم. بما ان مانجر وانجينير وادمن الثلاثه دول هم تشايلدز او هم سب كلاس لامبلوي، طب ما تخليها ميثود واحده وبتاخد امبلوي، وجوه بقى جوه الميثود احنا هنعرف نفرق ما بين الثلاثه دول دلوقتي. اذا هعرف اذا كان مانجر او انجينير او ادمن بكوماند هناخده دلوقتي. بس كاوبجكت اورينتد ما تكررش او ما تعملش اوفرلودنج للميثود لو كانت البارامترز في انهيرتنس ريليشن شيب ما بينهم وبين بعض. سؤال؟ طيب هنعرف هنعرف ازاي موضوع ازاي افرق ما بين البارامترز المختلفة دي. يعني تعالى معلش كده، عندي في السلايد دي انا عندي ثلاثة بارامترز مختلفين والثلاثة دول child employee، فانا هشيل الميثودز دي الثلاثة واحط ميثود واحدة بس وبتاخد بارامتر مثلا employee. طيب ازاي بقى هعرف اذا كان الامبلوي ده manager ولا اذا كان الامبلوي ده engineer ولا اذا كان هو admin مثلا؟ عندي بقى command اسمه instance of. instance of هو زي equal، زي equal بس في ال reference data type ما ينفعش اعمل equal. يعني معلش هنبص كده على الميموري الاول وبعد كده هناخد المثال ده، هعمل عليه example كده سريعا. لو انا عندي employee مش عارف اكتبها، لو انا عندي employee واحد ايه واحد ده بيشاور على المكان ده في الميموري والاي دي بتاعه مثلا 10 واسمه محمد مثلا، هي وجيت ده الاسم بتاعه، عملت employee 2 بيشاور على new object الاي دي بتاعه 10 واسمه محمد. لو كتبت اف او عملت تشيك هل ايه واحد يساوي ايه اتنين، نتوقع هيديني ترو ولا فولس؟ هيديني فولس مع ان القيم اللي جوه الاوبجكت واحده. لا ليه؟ لان اصلا الريفرنس ده جواه ادرس، جواه العنوان ده في الرام، العنوان ده في الرام اللي فيه الاوبجكت، وده جواه عنوان تاني. لما تقارن ايه واحد وايه اتنين مش هتلاقي الاتنين ليهم مش ايكوال. فعلشان تعرف ان ريفرنس معين من تايب معين بتستخدم انستنس اوف. طيب تعالوا ناخد المثال علشان الناس ما تتوهش مني. كل اللي احنا هنعمله انا عندي كده employee في properties وفي manager ليه properties. لو انا جيت في تيست دي، نرجع بقى للفورم الاولانيه بتاعت ان انا عندي employee وعندي manager. طيب لو انا عايز اعرف اذا كان ايه ده
هو مثلا ممكن يكون متباص ولا اي حاجه، عايز اعرف هل هو من النوع employee ولا لا. هقول FE instance of وهكتب اسم الكلاس، اطبع its employee، وإلا اطبع its not employee. ده بس استخدام instance of. instance of المفروض هنا E is an employee، فالصح ان هو يطبع لي its employee. طيب لو انا قلت is المانجر او الريفرنس اللي هو بيرفير لي يعني ايه ريفرنس نوعه مانجر، وكتبت if m instance of employee، لما هعمل run هيطبع لي its employee برضو. ليه؟ علشان its child، علشان في relation inheritance. يبقى يا شباب لو انا عايز اعمل اوفر قصه ان انا اكتب ميثود بتاخد اكتر من نوع من او بتاخد بارامترز في انهيرتنس ريليشن شيب ما بينهم، لا انا هعمل ميثود واحده بتاخد البيرنت بتاعهم الانبوت نوعه البيرنت بتاعهم كلهم، وجوه بقى في الكالكوليشن خلاص هتصرف بقى الريموت او الفيرتشوال ميثود انفوكيشن هتخليني اقدر اوصل الاتريبيوتس بتاعهم. لو عايز تفرق تعرف التايب بتاع الميثودز هنستخدم حاجه او تشيك او كيورد اسمها instance of. يبقى اف اي instance of manager return true return false، وخدنا اكزامبل عليها. نيجي بقى لحته الكوستنج. طب يا شباب لغايه دلوقتي الدنيا واضحه ولا في اي اسئله قبل ما نغوط؟ الكاستنج كده واضح؟ سوري اللي قبل الكاستنج واضح؟ مفيش اسئله. طيب انا هطلب منكم طلب بسيط، احنا هناخد بريك كده 10 دقايق بس عشان العشاء عندنا اصلا عدد، هصلي العشاء واحنا كده تقريبا في نص السيشن، ناخد بريك نصلي ونرجع ان شاء الله نكمل السيشن بتاعتنا من اول الكاستنج وانواع الكاستنج المختلفه. هلال لو سمحت وقف الريكوردينج. سلام عليكم.